أهلا بكم. في العديد من التسجيلات تعلمنا كيف نقرب اقتران عشوائي قابل للاشتقاق، كيف يمكننا تقريب اقتران حول x تساوي صفر باستخدام كثير حدود. إذا كان لدينا كثير حدود من الدرجة الأولى فقط، كثير الحدود من الدرجة الصفر والذي هو ثابت يمكننا تقريبه بخط أفقي، وهذا يقترب من النقطة، ليس تقريب كبير. إذا كان لدينا كثير حدود من الدرجة الأولى يمكننا أخذ الميل من هذه النقطة. إذا حصلنا على كثير حدود من الدرجة الثانية يمكننا الحصول على شيء يجعل الاقتران أطول قليلا. إذا حصلنا على كثير حدود من الدرجة الثالثة ربما نحصل على شيء يجعل الاقتران أطول قليلا من ذلك. كل هذا حول مركز على الاقتران حول x تساوي صفر، وهذا ما يسمى بسلسلة ماكلورين أو سلسلة تايلور عندما x تساوي صفر. كل ما أريد فعله الآن هو تمديد الاقتران قليلاً، ونركز على سلسلة تايلور عندما x تساوي أي شيء. لذا دعونا نقول أننا نريد تقريب الاقتران عندما x تساوي x تساوي c. يمكننا القيام بنفس الشيء، يمكننا القول انظروا التقريب الأول هو f، إنه كثير حدود p c يجب أن يساوي كثير الحدود، يمكن أن يكون ثابت، يجب على الأقل أن يساوي الاقتران عندما الاقتران يساوي c. إذن إنه فقط يساوي f c، هو ثابت، إنه هذه القيمة، هنا على فرض أن c معطى. ثم سيكون لدينا، هذا عبارة فقط عن خط أفقي والذي يمر من خلال f c، بحيث p x يساوي f c. ليس تقريب كبير، لكننا نحن نحاول أن يكون لدينا هذا الاقتران الأصلي زائد أن يكون لدينا الاقتران المشتق. إذن ماذا يعطينا هذا؟ هذا يعطينا P C تقريب C، على الأقل سوف يساوي F C. وإذا وضعنا C هنا لا يتغير شيء لأن هذا ثابت. الآن لنركز على خطوة أخرى، في حالة كان لدينا هذا ونريد مشتقة كثير حدود أن تكون نفس الشيء مثل مشتقة الاقتران لدينا كل منهما عند C. إذن في هذه الحالة ماذا لو ضبطنا كثير حدود؟ وكما ترون أنه موازي لما فعلناه هنا، سوف أقوم بإزاحته قليلا. والآن نريد إيجاد P الإكس لتكون مساوية لـ F C، F C زائد F فتحة لـ C زائد F فتحة لـ C. إذن الميل عند هذه النقطة من الاقتران هو ميل الاقتران ضرب، سوف ترون شيء مختلف قليلا هنا، X ناقص C. لنفكر لماذا وضعنا هذا. ماذا تفعل هذه السالب C؟ إذن دعونا نقوم بتقييم هذا عند C. الآن نحن نعلم أن P C، أنا أستخدم نفس هذا المثال بالضبط، إذن P C
سوف أستخدم لون آخر. بي السي سوف تساوي اف السي زائد اف فتحة لسي ضرب سي ناقص سي. نضع سي محل اكس. حسنا، هذا الحد هنا يساوي صفر، وكل هذا الحد هنا يساوي صفر، ويتبقى لدينا فقط، يتبقى لدينا بي السي تساوي اف السي. يتبقى لدينا هذا الحد فقط، والسبب الوحيد لإلغائنا هذا الحد الثاني هنا لأنه اف سي ضرب اكس ناقص سي، واكس ناقص سي جعلت كل الحدود بعد هذا تلغى. يمكننا الاستمرار الآن، هذا ليس صحيحا، لذا لنحاول بي فتحة لسي أو بي فتحة لإكس سوف تساوي مشتقة هذا والتي هي صفر لأنه ثابت زائد مشتقة هذا هنا. ماذا سيصبح هذا؟ يمكننا تمديد هذا، هذا سوف يصبح اف فتحة لي سي ضرب سي ناقص اف فتحة لي سي ضرب سي والذي هو ثابت. إذن إذا أخذنا مشتقة هذا هنا سوف يتبقى لدينا اف فتحة لي سي. إذن مشتقة كثير الحدود الآن هي ثابتة، إذن اف سي إذا قيمنا هذا عند سي بي فتحة لي سي تساوي اف فتحة لسي، إنه يقابل التعبير الثاني. الآن عندما يكون لدينا كلا هذين الحدين، ربما التقريب يبدو شيء كهذا، على الأقل لدينا الميل الصحيح، على الأقل لدينا الميل الصحيح لإف الإكس، التقريب سوف يكون أفضل. إذا استمرينا بالقيام بهذا سوف نستخدم نفس المنطق الذي استخدمناه عندما نقوم بسلسلة ماكلورين عند الصفر، نحصل على سلسلة تايلور العامة. لتقريب اف الاكس حول سي إلى بي، إذن كثير الحدود بي الاكس سوف يساوي اف السي زائد اف فتحة لسي ضرب اكس ناقص سي. وبنفس الطريقة نكمل بقية الحدود، إنها تصبح معقدة قليلا كلما انتقلنا إلى المشتقة الثانية والثالثة والبقية، لأن لدينا نوع من التمديد في كثيرات الحدود هذه، ثم لدينا زائد الحد من الدرجة الثانية، الدرجة الثانية اف فتحة فتحة لي سي مقسومة على مضروب الاثنين. وللتوضيح يمكننا القول أن عامل واحد هنا لم أخذه بعين الاعتبار لأنه لا يغير شيء من القيمة، ثم هذا ضرب x ناقص c مرفوعة للقوة 2 زائد المشتقة الثالثة للاقتران عند c مقسومة على مضروب الثلاثة ضرب x ناقص c مرفوعة للقوة 3. أعتقد أننا حصلنا على الصيغة العامة. يمكننا الاستمرار بإضافة الكثير والكثير من الحدود كهذه، ولحسن الحظ هذا أصبح أقل صعوبة لأن إضافة هذه
لدينا إكس ناقص سي هنا، وإكس ناقص سي مرفوعة للقوة 2، وإكس ناقص سي مرفوعة للقوة 3 هنا. هذا جعل الأمر أسهل وأقل صعوبة، لكن هذا يقرب الاقتران أفضل عند إضافة الكثير والكثير من الحدود عند نقطة محددة حول إكس تساوي 0. أراكم في العرض القادم.